أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج العقيدة والحياة. احنا دايما بنتكلم عن عقيدة معينة احنا بنؤمن بيها كمسيحيين، وبعدين بنشوف تطبيقها في حياتنا. عشان كده البرنامج اسمه العقيدة والحياة. العقيدة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة ان احنا بنؤمن ان المسيح ده هو إله حق ومولود من إله حق. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو بيعمل كل الأعمال التي يعملها الآب والتي يعملها الروح القدس أيضا فينا، وعملوا فينا هو اللي بيثبت ألوهيته. علشان كده قديس بولس الرسول استخدم آيات كتير قوي قوي قوي. جم أباء الكنيسة الكبار زي قديس أثناسوس وقديس كيرلوس استخدموا الآيات دي عشان يثبتوا بيها ألوهية المسيح، ويقاوموا الناس اللي كانوا بينكروا أن المسيح ده رب وإله، لأن الناس عثرت فيه. حتى ازاي يعني انسان تقولوا على انسان بياكل ويشرب وينام ويتألم انه ده اله، وهم مش فاهمين انه الاكل والشرب والنوم وصحيان والألم وكل الكلام ده تخص الطبيعة البشرية اللي اتخذها المسيح من اجلنا ومن اجل خلاصنا، واتحد بيها علشان يعطينا نأخذ ما له ويأخذ ما لنا، يعني ياخذ الموت اللي فينا ويدينا الحياة اللي فيه، ياخذ الضعف اللي فينا ويدينا القوة اللي فيه. ونقدر بالطريقة دي ان احنا نبقى اولاده. ففي آية قالها قديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية والإصحاح الثاني، بيقول لأننا رائحة المسيح الزكية لله. طب معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه إحنا عرفنا الله الآب عن طريق الإبن المتجسد اللي جه وقال لنا ده الآب السماوي وده الروح القدس الحقيقي، وده اللي احنا بنقوله عليه، بنقول عنه في القداس الالهي عن الابن انه اظهر لنا نور الاب وادانا شركة الروح القدس الحقيقي. عن طريق الابن المتجسد احنا عرفنا ماهية الله الواحد الثالوث، الاب والابن والروح القدس. طب ايه قصة بقى انه اننا رائحة المسيح الزكية لله؟ احنا المسيح بكونه إله متجسد أظهر لنا معرفة أو أظهر لنا الله، وخلانا الله الآب، وخلانا نعرف الله لم يعرفه أحد، الابن الوحيد الذي في حضنه هو الذي خبر. ولأن الابن هو واحد مع الآب في الجوهر، فهو الوحيد اللي يقدر يعرفنا مين هو الآب. وعن طريق الابن احنا عرفنا مين هو الاب. علشان كده قديس بولس الرسول يقول لاننا رائحة المسيح الزكية لله. احنا عن طريق المسيح اظهرت لنا، استعلنت لنا ماهية الله الاب. علشان كده احنا بقى فينا رائحة المسيح الزكية لله. لو لم يكن المسيح ربا وإلها لما استطاع أن يعطينا هذه المعرفة الحقيقية عن الله الآب. فهي دي العقيدة اللي احنا بنتكلم عنها، انه احنا بنؤمن ان المسيح ده إله حق من إله حق، ظهر في الجسد لكي يكشف ويستعلن لنا ماهية الله الآب. فبقت معرفة رائحة المسيح الزكية فينا بتشهد لألوهيته ان هو ده
رب وإله، لأن بالطريقة دي عرفنا معنى أن الله هو آب وابن وروح قدس. هذه الرائحة الطيبة، هذه الرائحة الطيبة، رائحة الطيب، إحنا بنشوفها تاني في موقف تاني. كلمة الطيب إيه هو؟ إن المسيح في حياته على الأرض دخل بيت سمعان الفريسي زي ما جه في إنجيل معلمنا لوقا والإصحاح السابع، والصلاة دي إحنا بنصليها في صلاة نصف الليل في الخدمة التانية. لما هو دخل بيت الفريسي فجاءت امرأة خاطئة وقفت من وراءه وسكبت الطيب على قدميه ففاحت رائحة الطيب، فاحت رائحة الطيب. رائحة الطيب دي اشتمها كل من في المكان، والست طبعا لما سكبت الطيب ايديها تخطبت بالطيب فصارت منها رائحة الطيب ايضا، رغم انها امرأة خاطئة. ولكن هنا في نقطة صغيرة بقى، المسيح وحده هو الذي اشتم في هذا العمل رائحة مختلفة، هي رائحة توبة، رائحة حب. فقال لهذه المرأة إن غفرت لها لأنها حبت كثيرا فغفر لها كثيرا. هنا نقدر نقول إن الفضيلة ليها رائحة والخطيئة أيضا ليها رائحة. تخيلوا، الفضيلة ليها رائحة وأيضا الخطيئة ليها رائحة. إحنا ساعات بنشوف في حياتنا كده ناس بسطاء نساك، يمكن لأول وهلة نقابلهم نلاقيهم هم مش معتنين بأجسادهم ولا بملابسهم ولا في نظافتهم الشخصية ولا 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 ولا، ويمكن نقدر نقول إنه لو أي حد فايت يقدر يشم فيهم رائحة مش محببة. ورغم ذلك ففي هنا طيب ورائحة للفضيلة، الناس تحب تقعد جنب الناس دي وتتعلم منهم وتشوف من فضائلهم علامات. ده مش دعوة لعدم النظافة أو لعدم النظافة الشخصية، ولكن دي دعوة للالتفات إلى رائحة الطيب، رائحة الفضيلة. رغم أن المرأة دي امرأة خاطئة في نظر كل الناس، ولكن عندما دخلت وتركبت الطيب فاحت منها رائحة فضيلة، اشتمها المسيح الذي يعرف مش بس ان يشم رائحة الطيب دي، لكن رائحة طيب النفس اللي جوه، انها احبت كثيرا فغفر لها كثير. فجاءت الى المسيح بإيمان وسكبت الطيب كشيء مادي يعكس طيب الفضيلة التي في داخلها. البشرية كلها بتعاني من هذه، نقدر نقول ايه، واحد بيهتم بنفسه قوي وبيهتم بنظافة جسده، بيهتم بنظافة أو يعني منه ريحته تكون كويسة، يحط برفان غالي وأول آخر وكل الكلام ده، لكن تقدر تقعد معاه شوية ما تستريحلوش رغم كل اللي يفرح منه، لأن مفيش ريحة فضيلة، مفيش طيب بينبعث من نفسه
المحبة، وده عكس الإنسان التاني اللي أنا قلت عليه. لا هنا دعوة لعدم الاهتمام بالنفس، ولا هنا دعوة لاحتقار من يهتم بنفسه أبدا. احنا بنتكلم عن انه احنا فينا رائحة المسيح الطيبة. كلمة طيب او طيب معناها انسان حي. انت لما تسأل واحد تقول له عامل ايه، يقول لك ده طيب. طيب في الصعيد يعني يقول لك ده يعني حي، حي طيب يعني صحي يعني حي. فالإنسان الذي تفوح منه رائحة الطيب هو إنسان حي. وهنا احنا بتأملنا ان النسوة بعد دفن المسيح ذهبنا حاملات الطيب الى القبر. الإنجيل ما بيقولناش ليه هم عملوا كده. في عادة اليهود طيب يوضع على جسد الميت. طيب انتوا واخدين الأطيب ليه؟ هنا انتوا أكنكوا بروح النبوة عرفتوا انه ده طيب، الجسد اللي انتوا رايحين تقابلوه ده طيب، طيب يعني حي. فدي وكأنها نبوء عن قيامة المسيح في عمل النسوة دول، انه رايحين يطيبوا جسد المسيح. وهنا على فكرة ممكن ندخل الى فعل تاني احنا بنلاحظه في الكنيسة في تطيب اجساد القديسين. تطيب اجساد القديسين اللي احنا بنعمله ده دليل على ان هؤلاء القديسين ليسوا اموات بل احياء في المسيح يسوع. واحنا بنطيب اجسادهم لان دول ما ماتوش، لانهم دول رقدوا في المسيح يسوع. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. احنا ما بنؤمنش في الكنيسة بالموت لكن بالانتقال، لأن كل الذين يعيشون في المسيح يسوع يحيون، وكل الذين يؤمنون به يحيون ولا يعانون الموت. فدي فعل عقيدة تمارس. ايه هي؟ ان احنا نؤمن ان المسيح يسوع ده رب وإله، اظهر لنا نور الآب، اظهر لنا رائحة الآب، عرفنا من هو الآب، فبقينا احنا كمان رائحة المسيح الزكي الله. نعمل ايه بقى؟ نعيش بهذه الرائحة الطيبة، تفوح منا رائحة طيبة. هذه الرائحة الطيبة يا اما في ناس تقبلها ويشهدوا معانا لنفس الإيمان اللي احنا بنؤمن به، يا إما في ناس يدانوا بسبب هذه الرائحة الطيبة اللي احنا بنقدمها وتفوح مننا هي أعمالنا فيدانوا على أنهم رفضوا الحياة، يدانوا على أنهم رفضوا النور، يدانوا بمعنى أنهم هم اللي هيخسروا. ليه؟ مش هيعيشوا في الحياة دي، مش هيعيشوا في النور ده، مش هيعيشوا في رائحة المسيح الزكية دي. وبالتالي احنا تكون حياتنا فعلا شهادة لعمل المسيح فينا بانه تفوح مننا رائحته الزكية. وزي ما قلت انه في بعض الناس احنا نقعد منهم معاهم 5 دقايق بس فعلا تفوح منه رائحة طيبة، مش بالمعنى المعنوي، مش بالمعنى المادي، ولكن بالمعنى المعنوي، انه حياته تكون ظاهرة انها
مثل زهرة جميلة تفوح منها رائحة عطر. دي معناها انها زهرة حية، زهرة حية مش دبلانة، دي فريش لسه طلعة ومتفتحة، فيها حياة، فيها أريج جميل بتسعد اللي حواليها ويسعد وتسعد اللي بيشمها. واحد بيشم الوردة كده يقول الله الريحة الجميلة دي، الريحة الجميلة دي، الريحة الجميلة دي مش بتاعتنا، الريحة الجميلة دي بتاعة المسيح اللي فينا. فإما إحنا نؤمن بالمسيح إن هو بسبب إن هو إله ورانا رائحة الله الزكية دي وعرفنا من هو الآب وخلانا ندخل في عشرة معاه ومع الروح القدس، وبالتالي سكب فينا هذه الرائحة لأن هو إله وما كانش حد يقدر غيره بسبب وحدته مع الآب، إن هو يعرفنا من هو الآب ويدينا شركة الروح القدس الحقيقية. ما يقدرش واحد غيره لأن هو رب وإله يعمل فينا هذا العمل، يخلينا رائحة تفوح منا، رائحة عطر تشهد لعمله فينا، تشهد لفعله الإلهي فينا، تدل على إننا إحنا أحياء. زي ما قلت من شوية بنخضب أجساد القديسين دي بالرائحة دي، مش دلهم دول رفات، لأ دول عمل فيهم المسيح بقوته أثناء حياته وحتى بعد انتقالهم. علشان كده احنا بنشوف المعجزات اللي بتحصل من أجساد القديسين، لأن احنا بنكرمهم لعمل المسيح لأنهم صاروا رائحة المسيح الزكية لله، وبالتالي بنعيش كلنا في هذه الشهادة التي نشهد كلنا بها أن المسيح هو رب وإله، يستطيع أن يجعلنا باستمرار تفوح منا رائحته الزكية لكي نشهد بعمله فينا، نشهد بألوهيته، نعيش العقيدة التي نؤمن بها في حياتنا ونشهد بها للآخرين كرائحة طيبة تنعش كل من يقابلنا وتعطي سرورا لكل من يقابلنا. وكده نكون قدمنا عقيدة تانية والتطبيق بتاعها في حياتنا. نتقابل في حلقة جاية من هذه الحلقات التي نقدمها تحت عنوان العقيدة والحياة. شكرا لكم.